السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة منوع الصبان. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نصبغ ان شاء الله الشعر ديالي، ندير ليماج، وبغيت نوريكم الطريقة كيفاش ديروا ليماج لراسكم بوحدكم في الدار بلا ما تحتاجوا انكم تمشيو عند الكوافيره. سورتو في هذا الوقت هذا كما كتشوفوا المرض كيدور، فمن الاحسن انكم تتفاداو، الاحسن انكم ديروا راسكم. فراها طريقة سهلة ونتمنى النتيجه تعجبكم. النتيجه غادي نخليها لكم في اخر الفيديو اللي غادي نوري لكم الشعر ديالي كيفاش رجع، وبيان سو غادي نوريكم الشعر ديالي كيفاش راه اليوم. ففي هاد الصباغه هادي اهم حاجه اللي غادي نحتاجوه فيها هو هاد الكريم اوكسيدون ولا الماء الاكسجين، ولا راه كيتباع حتى في المغرب، راه كيتباع حمر صغير، هذاك شويه صعيب. مي تمشيو عند مول المكياج غادي تقولوا له عطينا هاد البرودوي بودغ كولور بلون بلو، فغادي يكون اللون ديالو زرق، هو الغبره زرقاء، هذا كيكون حسن. فتشريو هاد الزوج هادو، ديما كيتمشاو في ليماج كيتمشاو هاد الزوج. غير شنو هو في هاد الشيء، ما تكتروش الاكسجين كتر، ونحتاجو البوني كما كتشوفوا. البوني انا عندي هنا هذا شويه قديم، فاليوم كيتباعوا شي وحدين خفاف ماشي هكا كاع، كيكونوا متقبين خاصا بليماج. تمشيو عندهم المكياج كلشي هادشي كيكون عندهم المكياج. كاين الكروشي حتى هو، تحتاجوا الكروشي. هاد الكروشي تقدروا تلقاوه حتى عند مول اللي يبيع هادشي نتاع الخياطه وكلش، فهذا كيستعملوه الامهات ديالنا في الخياطه. غير شريوه شويه عنده العوينه شويه كبيره باش يجبد لكم الشعره ما يعذبكمش. نحتاجوا الكاب هادي ديال لاكوافير، انا ما كنت نقرا لاكوافير على كانت عندي هادي. تقدروا تديروا غير ميكا هكا، تقطعوا لها الراس ديالها وتخشيوها في باش غير باش بروتيجيو الكسوه ديالكم، ولا ديروا شي بيجاما اللي ديجا حايله ولا تخدموا بها، تخليوها غير هكا الا بغيتوا تصبغوا شعركم ولا شي حاجه. عندي هنا واحد الطاسه ها هو انا ديالي تاع الخور تهرست، على غدرت واحد الغراف، ما نحتاجوش للاكله الماكله ولا شي حاجه. غادي ندير به نخلط فيه المقابض ديال الشعر حتى هما. عندي هذا بلسم، تقدروا انا غير ديال الكولور كنت صبغت به، الا ما عندكمش تقدروا ديروا غير ديميلون ولا لابخي شامبون حتى هو، ولا شي ماسك عندكم هكا حتى هو ديروا، غير باش الشعره ترطب لكم شويه، ما تبقاش هكاك دايره بليماج. وبالنسبه للنصيحه، كاين البنات اللي كيبغيو يصبغوا قبل ليماج ولا كيصبغوا مور ليماج، فمن الاحسن الا بغيتي تصبغي قبل ليماج ولا مور ليماج، ديما كتخلي واحد اليوم ولا 3 ايام الا كنتي مزروبه، واحد اليوم ولا 3 ايام باش ما تضرش الشعره ديالك. ولا كنتي عندك الوقت فخلي واحد السيمانه تصبغي في الاول ومن بعد ديري ليماج. فهذه هي النصيحه ديالي، وغادي نوريكم الشعر ديالي حاليا. انا كنت صبغاته قبل وكنت دايرته اكاجو، ولكن ما خليتوش بزاف على داكشي خرج لي اللون ديالو قهوي. كما كتعرفوا اكاجو ماشي كيخرج بالاول، خاصكم ديروا تعاودوا باش يخرج لكم اللون اكاجو. فغادي نخليكم مع الفيديو، النتيجه غادي تكون في اخر الفيديو كما قلت لكم من قبل. ودابا غادي نوريكم الشعر ديالي كيفاش راه حاليا، ونخليكم مع تكمله الفيديو. وشكرا. هذا هو اللون ديالي ديال الشعر ديالي حاليا، فوالا. انا ما شطاتو شويه وما عنديش طول بزاف، فوالا. نحاول لانني كان كاميرا غير بيد وحده، نحاول نبعد الكاميرا. فهذا هو اللون ديال الشعر ديالي، فوالا. وغادي نوريكم في الاخير انا ماني مقطعت ولا ديكرادي لا والو، كنت قطعتو وطوال هكا في بحال شكل ديكرادي، فوالا. وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نصبغوا بوحدي. اول حاجه غادي نديروها كما كتشوفوا، انا شعري راه مشوط. بالنسبه الا كان شعركم ما مشوش خاصكم تسرحوه مزيان وتمشطوه بشي مشطه قبل، فتسرحوهم مزيان وتمشطو، تسرحوهم مليح اللور، يعني تردو الشعر اللور
فوالا على هذا الشكل هذا تحاولوا تسرحوا الشعر مزيان. انا عندي الشعر قصير بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر طويل، الا كان شعرك ما مشطش مليح فمشطيه مزيان، واخا تسرحيها قبل بواحد 20 مينيت هكاك تسرحيها بالبلاك، وابخي تعاودي عاد تجي تخدميها بالشعر ديالك. من بعد ما رديت الشعر اللور هكا كما كتشوفوا، ردوا رجعوا مزيان اللور، انا شعري راه موسخ، انا غادي نصبغ باش تكونوا تصبغوه. كان علاش تغسلوا شعركم؟ خاصكم تصبغوه على الشعر كيكون موسخ، سرحوه مليح البوني. والان غادي نبدا نجبد الشعر على الطريقه هذه، باش غادي نبقى نقص بصباعي بحال هكا. فوالا غادي نخشي هاد ونجبد الشعره اللي بغيت. بغيتو تجبدوا الشعر بزاف او غير شويه. فوالا خاصكم تجبدوهم قياس واحد. فوالا انا هنا مخاش يبقاو هاد العبيبات هادو، كنبداو بالقدام بيان سور، مكنشوفش مزيان مع الكاميرا لانني كان مانيش نشوف في المرايا، كنشوف في الكاميرا. حاولوا البلايص اللي ما متقوبينش تقبوهم بي. كتشوفوا انا جبت كاع التقيبات، هلا كتجبدوا كاع التقيبات كتجيو كنخوفو مي معليش. فمن بعد غادي ندير معكم برودوي، غادي نمشطو مزيان هكا باش ما يبقاوش دوك الخنيبيلات هنايا لاصقين، فغادي نمشط الشعرات مزيان ديالي، وغادي نجمع الشعر اللي لتحت اللي ما كنحتاجوش، ونخلط معكم البرودوي ونوريكم كيفاش غادي نصبغ. انا هنا غادي نبدا ندير البرودوي ديالي تاع لي ميش، وكما تشوفوا بديت بالبودغ، بودغ هاد الزرقاء اللي قلت لكم هي اللي زوينه، فدرت على حسب الشعر ديالي اللي عندي. انا شعري قصير ماشي طويل بزاف، الا كان شعركم طويل تقدروا ديروا 2 معلقات حتى ل2.5 معلقات، يعني على حسب الشعر ديالكم. وانا هنا غادي نستعمل البوني، يعني ما غاديش نستعمل البابي الومنيوم، كاين الناس اللي كيبغاو يديروا ليماج البابي الومنيوم، وهذاك كيجي غير لتحت، يعني كتجي الميشال تحت مصبوغه ماشي الفوق. انا بغيتو الفوق، بغيتو مخلط مع كل شيء. فكما شفتوا انا درت معلقه وشويه ونصوص على حسب الشعر ديالي، والاكسجين حتى هو غادي ندير واحد شويه حتى هو ماشي بزاف، يعني كما غادي تشوفوا على حسب البودغ اللي عندي. فقط نخلط من نشوفها انسجمت مع بعضياتها، ما كتجيش ثقيله وما كتجيش خفيفه، حتى كنشوفها تخلطت مليح، يعني كيف الصباغه اللي كتخدموها لراسكم فنفس الشيء، غير هذاك لوكسيجين ما تكتروش بزاف لان مضر بالشعره وغادي يولي لكم بلوندي بزاف.
وما تخلطوش بيديكم او بصبعكم هاد البرودوي هذا، خلطوه بشي عميد او بشي حاجه كما شفتوا. انا راني كنخلطو بواحد البيتيت سباتول غير صغيره، خلطوه بشي حاجه، شي عمود او شي معلقه ما تحتاجوهاش او شي اي حاجه. وفاش كتشوفوه بدا ينسج مع بعضياته ويخطر، صافي كتبداو تصبغوا به الشعر ديالكم. وواحد النصيحه بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر ديجا كيديروا له الحنه، فراه ما غاديش يلق لكم ليماش، لان غادي يردوا لكم اللون ديالو اورانج. ولا دروك غادي نبدا نصبغ الشعر ديالي ونخليكم تشوفوا الطريقه في الفيديو. الناس اللي يديهم حساسه كديروا البليكويات حسيكم، واخا ما يكونوش حساسين ديروا البليكويات، لان البرودوي ديال الاكسجين اللي مات كيكون فيه واحد الماده شويه دايره شويه مجهده. من بعد ما سالت غادي نبدا نصبغ الشعيرات اللي عندي، فغادي نحتاج هاد الشيته هادي ديال الصباغه. فوالا كديري لابافواغ ديالك، ولا كتلبسي شي بيجاما اللي كتكون مبهدلة عندك، غادي عارفة راسك ما غاديش ولا كتحاولي تصبغي كاع الشعرات اللي ما تخلي حتى شعرة، حاولي تخليهم فيهم مزيان هاد الصباغة، كتمشي على جميع الشعرات اللي عندك. فوالا متنساش هنا هاد القدامين هادو. فوالا دابا غادي نمشيو على هاد الطريقة هادي حتى كنكمل كاع الشعرات اللي عندي. نبدت لكم بالقدام لأن باش يبان لكم واضح، هاو هما الشعرات تدخلو فيها مزيان البخودوي، يعني تبقاو كتمشيو ها هو ها هو، يعني المهم البخودوي يدخلكم في الشعر مزيان. البخودوي حاولوا ان ندخلوه في الميش او الخبز ديال الميش اللي عندنا، الاكسجين هذا اللي عندنا، تحاولوا تدخلوه مزيان في الشعر اللي عندكم. غادي ندير واحد الميكا، كاين الا عندكم البوني خاص تاع الجلد تاع الدوش تقدروا ديرو، انا ما عنديش حاليا، غادي ندير غير واحد الميكا، نحاول نشد كاع داك الشعر اللي درتو لي ماش بحال هاد الطريقه هذه. فوالا، والان الى بغيتو في الساعه النتيجه تخرج لكم، فغادي ندير السيشوار، نحمي السيشوار ونبقى ندير بعيد عليه، ما نقربش بزاف للشعر، بعيد عليه غادي نبقى ندير السيشوار هكا حتى كنشوف بلي صافي اللون اصفر وعاد نحايد. شوفوا الشعر
الشعر ديالي هي بدات كتصفر عندي. كل وحده على حسب الذوق اللي بغيتو، كاين اللي تبغيها تصفر بلوندي، كاين اللي تبغيها غير شويه بحال الزعر وابخي تحيدها، داكشي على حسب اللي بغيتو نتوما. انا غادي نزلها غير شويه السيشوار وابخي غادي نغسلها بالماء ونرجع لكم. بعد ما غسلت الشعر ديالي فانا اختاريت هذا اللون، هذا ما بغيتوش صفر بزاف، بغيتو غير شويه يكون على هذا الشكل هذا. وانا راني غسلته مزيان، نقيته مليح، فغادي نمشطو دابا بالمشطه باش من نبغي نحيد هذا البوني هذا ما يقرحنيش، فغادي نمشطو غير بلاتي بالمشطه لان دروك راهي عاد فخاجيل، فغادي نمشطو غير بشويه بالمشطه. فنصيحه الناس اللي ما استعملتش الليكويات اللي يديها، واخا تكوني استعملتي الليكويات اللي يديك ما تحكيش عينيك، لانه يقدر الكل برودوي عاد لاصق لك في يديداتك وكتحكي عينيك، فهذا خطر على عويناتك حتى هو. وصيي وما شعرك ما تمشطيش في الاول فاش كيكون هكا في الزقب تكون عاد درتي له ليميش، ما تبقيش تمشطي بمجهد لان تقدر تقطعي الشعيرات ديالك. وثالث نصيحه ان الاكسجين ما تكثريش بزاف، لان الاكسجين الا كثرتيه بزاف فغادي يولي هذاك ديكاباج ماشي اكسجين، ويقدر يضرلك بالشعره بزاف. فديما خاص يكون عندك القياس على حسب الشعر ديالك. فانا عندي هنايا هاد البرودوي اللي شريت، درت كما كتشوفوا على حسب الشعر اللي عندي، درت معلقه والبرودوي درت غير حتى شت انا صافي تخلط لي داكشي صافي، وبديت ندير ما تكثريش الاكسجين بزاف. واختاروا الاكسجين اللي يكون خاص بديال لي مش ماشي داك الاكسجين اللي كيتباع في بالنسبه للناس اللي في المغرب، كاين واحد الاكسجين احمر هكا هذاك كنت كنديرو فاش كنت في المغرب، ولكن ما تكثروش به هذاك لانه مجهد بزاف. من الاحسن تختار واحد الاكسجين تمشيو عند مول اللي بيحات شي تاع الصبايغ وكلش، وتقولوا له عطينا الاكسجين اللي نقدروا نخلطوا معاه لي مش فوالا. انا دابا غادي نمشطو مزيان وغادي نحايد هاد البوني اللي عندي، وغادي في الاول غادي يبان لكم في شي شكل، ولكن من بعد غادي تمشطيه مع الشعر، تخلطيه مع الشعر اللي عندك، ونشوفو بالسيشوار ونوريكم النتيجه ان شاء الله. دابا راه يبان كاع مشعبش كاع مشعكك. الشعر اللي كنت شاده اللور غادي نطلقو حتى هو، وغادي نحاول نمشطهم نخلطو مع الشعر اللي عندي شويه بشويه حتى كينسجم مع الشعر التحتاني، فاللون خرج ما بيهش الصراحه عجبني. فغادي نخلطو مع الشعر اللي عندي وغادي نرجع لكم ان شاء الله. بعد ما مشطو كما كتشوفوا هو دابا فاش كيكون عاد يلاه جديد كيبقاو يبانوا لكم هاد الخطوط تاع ليميش. الصراحه انا عجبتني النتيجه، وما عرفش واش نتوما عجبتكم، ولكن ماشي هذه هي النتيجه، لان في الاول كيبقاو يبانوا هاد الخطوط ديال ليميش. من بعد ما غادي ندوش ان شاء الله غادي نغسلو بواحد شامبوان نوريه لكم. انا كان ندير بكل سلف شامبوان ديالو فيه السوا حتى هو. علاش هاد الشامبوان؟ لان خاص بالشعر اللي فيه الكولور، ما عرفش كيفاش غايبان لكم. وكاين حتى الديميلون ديالو حتى هو، فغادي نغسلو مزيان بهاد الخر، ندوش ناخذ واحد الدوش ونغسلو مزيان
فانا صراحة عجبتني النتيجة، واخا ما كنتش صابغة لتحت كنت دايرة اللون خفيف لان كانت مشات لي الصباغة كما كتشوفوا. وهاد لي مش اللي زين هو انكم تقدروا تصبغوا فوقه، تقدروا تصبغوا شي صباغة اللون ديالها مثلا فاتح ولا، فكيعطي واحد اللون زوين للشعر. فانا من بعد ماشي دابا كما قلت لكم لي مش دايما، واخا تكونوا مزروبين خاص على الاقل تخليو واحد اليومين على راسكم عاد تصبغوا، لان مضر بزاف بالشعر الا درتي لي مش دابا ونشفتيه وعاودتي صبغتي، فمضر بزاف لان خلو الشعر ترتاح حسن. فانا دايره نصبغ ان شاء الله بواحد اللون، ففاش غادي نبغي نصبغ ان شاء الله الا كنت كان عندي الوقت ان شاء الله نوريه لكم. فالصباغه سهله ماشي ما كتاخدش الوقت بزاف، فقط هي تقسمي الشعر وتبقاي تصبغي. فغادي نصبغي غير هاد لي غاسين هادو باش كيعطي واحد اللون كامل زوين. فمهم انا غادي ناخد واحد الدوش وغادي نغسل الشعر ديالي وغادي نمشطو ونوري لكم النتيجة.